الأطر قمعتوها والسحاب عتوها الأطر قمعتوها والسبيطارات خويتوها قمعتوها السبيطارات خويتوها حكومات الشعارات خويتو كاع السبيطارات حكومات الشعارات خويتو كاع السبيطارات وجينا واحتجينا ومن كل فئة جينا وجينا واحتجينا من كل نقابة جينا وجينا واحتجينا وزارة تقمع فينا اليوم النقابات الصحية بتطوان كتستجيب لدعوات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة وكتجسد وقفة احتجاجية محلية كتضم جميع الأطر الصحية للتنديد بالأوضاع المزرية واحتدام الأوضاع اللي كتعيشها الشغيلة الصحية نتيجة تملص الحكومة من الاستجابة والوفاء بالالتزامات اللي قطعتها على نفسها في إطار الحوار القطاعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية اللي عقد عديد الجلسات ديال الحوار الاجتماعي على مدى السنتين الماضيتين وامتدت ل 55 اجتماع إلا أن الحكومة عمدت على التعويم ديال اتفاق بتاريخ 26 يناير و 29 دجنبير في إطار الحوار المركزي وتمصلت من الاستجابة للمطالب الموقع بشأنها هو مدفع جميع المهنيين للاحتجاج والتصعيد اللي اليوم كنخوضوا على إثر محطات نضالية وما زالت الحكومة مستمرة في التلكؤ وخاق الأعذار وعدم الاستجابة للمطالب وهو ما كيهدد المنظومة الصحية خاصة أننا مقبلين على إعادة ديال التأهيل ديالها في إطار ورش شامل لإعادة إصلاح المنظومة الصحية لذا هذا ناقص الخطر اليوم كندقوه امام الاوضاع والاحتدام ديالها اللي كتعيشها المهنيين والقطاع دونك جا هاد الوقفه احتجاجيه في اطار التنسيق النقابي اللي التنديد بالصمت الحكومي الرهيب وقبل تمرير النصوص التنظيميه والتطبيقيه للمنظومه الصحيه الجديده دونك نحن نعلن من هذا التنسيق اننا نرفض اي تنزيلا لنصوص تطبيقية وتنظيمية في غير دون مقاربة تشاركية مع النقابات كما نطالب بحقوق المكتسبة في إطار نظام الوظائف الأساسية ديال النظام العام للوظائف الأساسية. السلام عليكم، جينا اليوم في هذه الوقفة هذه الحاسدة للشغيلة الصحية اللي كتستنكر التسويف اللي كتعرض له من خلال الحوار القطاعي اللي كانت عرفته وزارة الصحة ما تم 2023 اللي الحوار اللي لم يطبق منه أي شيء، كذلك جينا لكي نعبر عن رفضنا التام لأي إصلاح تعرفه وزارة الصحة خارج إطار الوظيفة العمومية ككل. نحن مع الإصلاح، نحن مع تحسين وضع القطاع الصحي، مع تحسين وضعية الشغيلة الصحية، مع تحسين دخل الأطر الصحية والوضعية الاجتماعية ديالهم، وكذلك مع تحسين المرفق العام كمرفق عام لتحسين ولوج المرتفقين له ولتحسين وتجويد الخدمات الصحية، لكن دائما في إطار الوظيفة العمومية، ونحن مع أي إصلاح يهدف إلى ذلك. يأتي هذا الشكل النضالي تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق النقابي على الصعيد الوطني والذي يريد أن يضغط على الحكومة وعلى الوزارة من أجل تنفيذ ما جاء في محضر الاجتماع الموقع في يناير بين وزارة الصحة وبين ممثلي الحكومة من وزارة المالية ووزارة تحديث القطاع العامة. نريد يعني رأي رئيس الحكومة في هذا الاتفاق، هل سيتم تنفيذه أم سيعاد يعني الحوار من جديد؟ اليوم كاين هاد جسدنا هاد الوقفه للتنسيق النقابي، النقابات
بالإقليم تجسيدا للبيان الوطني لتنسيق الثماني. هذه الوقفة جاءت بعد إضراب ليومين الثلاثاء والأربعاء، وهذه الأشكال الاحتجاجية جاءت بعد الالتفاف للحكومة والوزارة الوصية وزارة الصحة وزارة الصحة بعد الاتفاق الذي وقعته مع النقابات في أواخر يناير 2024، والذي تم الالتفاف عليه والصمت وظل حبيس الرفوف. وبالتالي فإن التنسيق جاء لممارسة بعض الضغط لتنصيف الموظفين بكامل القطاع، ونعتبر هذا التنسيق تاريخي في القطاع، حيث لأول مرة يكون التنسيق بكامل الفرقاء الاجتماعيين.